اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525. اليوم هنكلمكم عن سيارتنا التاهو زد 71 420 حصان 6.2 10 غيار. السلندرات بتشتغل بدايه من سلندرين اثنين فقط، بقيه السلندرات بتكون حره ودايناميك. والسياره اللي هنتكلم عليها اليوم هي البي اتش اديشن. بي اتش اديشن هي نسخه خاصه فقط ببن حموده للسيارات، هنوريكم الاختلافات اللي فيها عن السيارات الثانيه. يلا بينا. اول حاجه بنشوفها هي في مقدمه السياره، طبعا الاضاءه ال LED الكامله زي ما احنا شايفين بالسيجنتشر جديد. بيظهر عندنا هنا الضوء النهاري، فتحات على جانب البامبر الامامي، الهوكات الحمر، عندنا التصفيحه تحت عند الجير والماكينه، الدعاميه طبعا كلها مترفعه عشان تقدر تدخل الرمل بسهوله. السياره فيها كمان ترفيع بتطلع وتنزل 2 انش فوق و2 انش تحت غير الارتفاع العادي. في خطين هنا بيكونوا من الدخاني، اللون الدخاني بيظهر عندنا هنا، والشعار طبعا تبع شيفروليه بيكون باللون الاسود. قربوا معايا شويه كمان هنلاقي هنا الزد 71 الشعار بيظهر هنا لو احنا شايفين. كمان على جانب السياره احنا هنلاقي هنا الزد 71 موجوده على الفندر على اليمين او على اليسار، هتلاقي هنا شعار الزد 71. السياره اللي احنا بنتكلم عليها هي زد 71 بي اتش اديشن، زي ما احنا قلنا هي نسخه خاصه فقط ببن حموده للسيارات، يعني فيها شويه تفاصيل بتخليها وتختلف عن بقيه السيارات الزد 71. من ضمن التفاصيل دي طبعا البريك باز لونها احمر لو احنا شايفين هنا، تمام. ولو طلعنا فوق هنلاقي شعار الزد 71 بدل ما هو بالكروم واللون الاحمر بيكون باللون الاسود الدخاني والخط الاحمر. كمان هندخل هنشوف هنلاقي هنا شعار التاهو موجود هنا باللون الاسود، الدواسات الحديد، دخول ذكي على الابواب. هنا هيبين اكتر شيء عندنا في موضوع البي اتش اديشن، البي اتش اديشن يعني جلد باللون الزعفراني، هيكون على الابواب وعلى السيتس وعلى المسند او السده. طبعا اهم حاجه عندنا هنا ان الجلد اللي هو البي اتش اديشن اللون الزعفراني هو بيراعي موضوع فتحات الاير باجز، تمام. يعني انت بتغير شكل لون السياره من الداخل وشويه تفاصيل من بره، غير ان انت بيكون عندك مراعاه لموضوع فتحات الاير باجز. هنشوف كمان من الخلف، ده شكل السيتس من الخلف، عندنا الفتحه البانوراما، اربع كاميرات محيطيه، شاشتين خلفيتين، اكبر شاشتين خلفيتين فعليا على كل السيارات من الحجم الكبير. هنرجع من ورا هنا هنشوف شعار البي اتش اديشن موجود هنا، قربوا مني شويه، موجود هنا بي اتش اديشن، وعندنا هنا 6.2 باللون الاسود. 6.2 بتكون طبعا اربع اكزوست، دول اكزوست على كل زاويه، والاربعه بيكونوا شغالين، تمام. شوف هنا الدبه بتتفتح اوتوماتيك، طبعا نقدر ننزل السيتس، تدينا مساحه كبيره جدا. السياره اهم حاجه فيها موضوع استهلاك البترول، اللتر الواحد بيمشي في حدود ال 10 كيلو حسب استخدامك طبعا، لان السياره زي ما احنا قلنا بتفتح وتقفل السلندرات حسب الـ حسب الار بي ام، وهي 10 غيار و 6.2 و 420 حصان. خلينا اوري لكم شكل التابلو من الجنب. طبعا موديل 22 هو اتغير عليه العداد بقى شاشه ديجيتال زي ما انتم شايفين، وعندنا الواي فاي موجود على السياره بخدمه الاون ستار. السيارة بيكون كأنك ماسك تليفونك بالظبط، وكأنك عامل السيارة على وضع الطيران. لو انت فعلت الخدمة تبع الاون ستار يبقى انت فعلت كل الخدمات الموجودة. او تدخل السيارة تقدر تشبك تليفونك عليها، الاولاد يشبكوا تليفونهم عليها بدل ما يقول لك افتح لي الواتساب، سوري بدل ما يقول لك افتح لي الهوت سبوت، مظبوط. ويقدر يستخدم الواتساب ويقدر يستخدم كل اللي هو عايزه من داتا على من السيارة ويشبك عليها كل الاستخدامات، والعيال بيكونوا مبسوطين جدا وانت قاعد مرتاح من دوشته. مرة ثانية اتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات، واهلا بكم وباي باي.